السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي مرحبا بكم معايا في هذا الدرس. غادي نخدم معكم هذا النوع ديال التشباك. غادي نعمروا به هذه البلاصه هذه، ولكن من قبل غادي نشرح لكم مزيان الورده اللي كنت خدمت معكم في الفيديو اللي فات. غادي نزيد نشرحها لكم مزيان بواحد الطريقه مبسطه. حسيت براسي ما شرحتهاش لكم مزيان في الفيديو اللي فات. الفكره اخواتي هي ملي كتكون عندي واحد البيتي اللي بحال هذه، بالطريقه باش غنخدم الورده كامله، كيكون عندي جوج الالوان. عندي واحد اللون كنحدد به هاد الجهه هذه وكنمزوه هنا في الوسط، كنخدمه بشكل عشوائي هنا في الوسط. واحد اللون كنخدم به هاد الاطار الفوقاني وكنمزو هنايا في الوسط باش كيجيو مشروكين الالوان هنايا في الوسط، بحال هاد الورده هذه بحال هاد الشكل. الفيديو اللي فات سبقت لكم خدمت لكم هاد الاطار الفوقاني وعاد بزجتو مع هاد التحتاني. دابا اليوم غادي ندير العكس غير باش توصلكم الفكره. لاحظوا معايا، دابا غادي نسبق اليوم غادي نسبق الاطار الدخلاني هو الاول. لاحظوا معايا، كنحدد واحد الجهه ديالها وهنا كنخدم بشكل عشوائي. هاد الورقه عاود غادي نخدم هنايا بحال هكذا، وغادي نخدم على شكل خطفه. يعني اللون اللي غادي يجي الاخر غادي يجي من الفوق، غادي نحدد به الاطار الفوقاني وغادي نمزجو مع هذا باش يجيني الورده تجيني بحال هكذا. دابا هاد البتيله هادي غادي نطراسيها من التحت وعاد غادي نمزج الالوان هنايا. كنتمنى يكون واضح ومفهوم. دابا هاد البلاصه اللي كنخدم بشكل عشوائي هي اللي غايجيو مخلطين فيها الالوان. ولكن الغرزات دائما كونوا عندي في وسط الورده، دائما الغرزه الاتجاه ديالها كيكون الوسط ديال الورده. هنا هذا اللون الثاني، غادي ندير الغوص. انا استعملت البلونكاسي الابيض والغوص. دابا حددت الاطار الفوقاني ديالها، دابا غادي نمزج الالوان. معايا هنا في الوسط كيفاش كيجيو الالوان مزوجين، يعني ما كنعمرش بزاف ولا نديرهم مقادين، خصهم يجيو بشكل عشوائي بحال هاد الشيء اللي مخدوم هنايا بالبيض، يعني كيجي بالعكس ديالو وفي اللون الاخر، يعني جوج الالوان. دائما العراض رقيق البنات، العراض صغير.
الاتجاه ديال الغرزه مهمه البنات باش ينجح باش نجيب لكم هذه الورده هذه. هاد الجنب ديالها غادي نخدمو بحال اس، لاحظوا معايا كيفاش خدمتو هنايا، كنخدمو عامر على شكل اس، يعني تا كنساليها عادي بالخطفة. كنحدد الاطار الفوقاني وكنمسح القلم. هادو انا غادي نعمرهم، غندير وريقات دقه دقه، كيبقى اختيار لكم، يمكن تعمرهم بالخطفه بحال هذا الشكل هذا اللي خدمناه هنا، يعني تعمرهم بالخطفه فقط. اللي ما عرفتش دير الوريقات دقه دقه. غادي نوريكم هنايا كيفاش غتجيب دقه بالخطفه عاديه. كنحدد الاطار ومن بعد كنعمر. ها هي عمرتها غير بالخطفه عاديه، انا عجبتني نديرها ب فقط. انا وريتكم البنات اللي ما عارفينش يديروا هكا الوريقات بدقه دقه، ممكن يخدموها غير بالخطفه عاديه. هاد الوريقات البنات خدمتهم بالطريقه باش خدمنا الدرس ديال الوريقات. Thank you.
كما شفتوا اخواتي حددت الاطار البلاصه اللي غادي نشبك وقطعتها، انا قطعتها بالكواي، تقدروا تقطعوها غير بالمقص ديال الفينيسيون. وغادي نعمر الخيط باش غادي نشبك، يعني الخيط اللي عندي من الفوق هو اللي غادي ندير من تحت. انا هنا استعملت سقلي، سقلي نحاسي، نزير نزير الطانسيون ونزير حتى الكانيت. كما قلت لكم زيرت الطانسيون وزيرت الكانيت، واحد اثنين ثلاثة رابع مرة كنجمع بالزيكزاك. واحد ثلاثة رابع مرة كنجمع بالزيكزاك. ورابع مرة كنجمعهم بالزيكزاك. واحد اثنين ثلاثة معايا البنات. واحد الحركه كانت كنديرها ملي كنشوف الثوب غادي يتفزر ليا من هنا، لاحظوا معايا شنو كندير، كنمشيو نجيب الخياطه على الحاشيه ديال هذه. هذا الاطار هذا باقي غادي نعاودو عليه، يعني هذا الشيء كامل غادي يتغطى، وملي كتصلحيه راه كيولي مقادد. غادي نعاود على الاطار ديالو كامل. نبدا من هذه الجهه